للتحليل بينضم إلينا من رام الله دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية. دكتور مصطفى أرحب بك عبر منتصف النهار. أهلا بكم، تحياتي لكم. دعني يعني أتطرق لفكرة أن يكون اليوم 85 على إغلاق المعابر، منع دخول المساعدات. كيف يعني يمكن أن تصف هذه الكارثة الإنسانية؟ ما يعيشه قطاع غزة الآن هو أكبر كارثة إنسانية صنعها البشر في تاريخ البشرية جمعاء. لا شيء يماثل ذلك على الإطلاق. ليس فقط أن جيش الاحتلال المجرم ارتكب جريمة القتل ضد ما لا يقل عن 50,000 شهيد حتى اللحظة، وربما العدد أكبر، وحوالي 90,000 جريح، جزء كبير منهم لن يستطيعوا أن يجدوا علاجا لتدمير إسرائيل للبنية التحتية، بل أن إسرائيل تحارب الناس بالمرض. هناك حسب تقارير منظمة جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية التي نحن نساعدها، تقارير تشير إلى وجود 1,660,000 مريض الآن في قطاع غزة. عدد كبير من الأطفال مصابين بأمراض جلدية رهيبة. هناك انتشار لمرض التهاب الكبد الوبائي، حوالي 72,000 مصاب بهذا الوباء. هناك بدأ ينتشر وباء السحايا وهو خطير جدا بين الأطفال. وهناك خطر انتشار مرض شلل الأطفال الذي قضينا عليه في الماضي بالتطعيم، واليوم وجدت الفيروسات التي تسببه في مياه المجاري في غزة، وهذه مسألة وقت قبل أن ينتشر ويصبح وباء خطيرا جدا، بالإضافة طبعا إلى احتمال انتشار الكوليرا نتيجة الطقس الحار وانعدام وجود مياه صالحة للشرب. طب يعني قبل أن تعرج على الشيء الأهم، دعني أعقب على حجم الأوبئة. الأوبئة هي عابرة للحدود، ألا تخشى إسرائيل من ما تفعله أن ينقلب عليها؟ تخشى، ولكنها مجرمة. يعني الآن بدأوا بتطعيم جنودهم ضد مرض شلل الأطفال. يعني هناك تصرفات وإجراءات وقائية واحترازية. بس لنفسهم وليس للفلسطينيين. طبيعي. وطبعا الأوباء لا تعرف الحدود، ولكن هؤلاء مجرمون. الآن الذي نشهده فعلا إبادة جماعية بالمعنى الحرفي للكلمة. إبادة بالقتل، إبادة بالقصف، إبادة بالأمراض، إبادة بجعل الحياة غير صالحة، جعل غزة بكاملها غير صالحة للحياة. ما معنى أن يدمروا جميع الجامعات والمستشفيات والعيادات ومعظم المدارس؟ ما هو الهدف؟ أن تجعل حياة الناس مستحيلة. نعم. أضيف إلى ذلك، وهذه نقطة مهمة جدا، أنه في حوالي 1.5 مليون إنسان الآن هجروا من الأماكن وجودهم 6 أو 7 مرات، يعيشون بدون أمل، بدون مستقبل، بدون موارد الحياة الطبيعية.